أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم اهتمام الوزارة الكبير بتنفيذ المشروعات التي تستهدف تطوير المواهب الطلابية في مختلف المجالات، ومن بينها مشروع مراكز الرياضة المدرسية للمرحلة الابتدائية الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال اكتشاف وصقل العديد من الطلبة الموهوبين في ألعاب كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وهم في سن مبكرة، بمن فيهم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما شكل رافدا أساسيا مهما للأندية والمنتخبات الوطنية. جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى إحدى المدارس المطبقة لمشروع مراكز الرياضة المدرسية، حيث اطلع على جانب من أنشطة هذه المراكز التي يبلغ عددها حاليا 25 مركزا موزعة على 25 مدرسة ابتدائية للبنين والبنات، يستفيد منها أكثر من 500 طالب وطالبة، وتحظى بإشراف نخبة من المختصين بالوزارة بالتعاون مع عدد من الأندية والاتحادات الرياضية الوطنية. وأشاد الوزير إلى أن ما يميز هذه المراكز من معاييرها العلمية الدقيقة في اكتشاف الطلبة الموهوبين من خلال تنفيذ عدد من الاختبارات لهم، بما يضمن انضمام الطلبة من أصحاب المواهب المتميزة. كما اطلع الوزير على أنشطة مراكز اللياقة البدنية المدرسية، ومن ضمنها البرامج المرتبطة بتعزيز صحة الطلبة، ثم التقى فريق الوزارة لخماسيات كرة القدم من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا اهتمام الوزارة بإشراك هذه الشريحة من الأبناء في الأنشطة الطلابية الملائمة لقدراتهم ومواهبهم، وذلك في إطار مشروع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية. حرصت الوزارة على تأسيس هذه المراكز الأكاديمية التي تشمل ألعاب مختلفة، الهدف منها رعاية الطلاب في مراحل عمرية مبكرة، وبالتالي اكتشاف المواهب ورعايتها، ولله الحمد حققت هذه التجربة نجاحا باهرا.